أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. السيسي وبوتين يتفقان على استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر قريبا. قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إنه في ضوء تعليق رحلات الطيران الروسية إلى مصر مؤخرا، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. أضافت الرئاسة أنه في إطار التفاهم المشترك لتوفير أقصى درجات التأمين للسائحين الروس، فقد تم الاتفاق بين الرئيسين على تعزيز التعاون بين السلطات المعنية في الدولتين من خلال التنسيق بين سلطات الأمن والطيران المدني في البلدين بهدف ضمان أمن وسلامة السائحين الروس وتعزيز الإجراءات الأمنية للطائرات الروسية. كما تم الاتفاق على استئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر في أقرب وقت ممكن. لجنة استقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب تواصل أعمالها لليوم الرابع. تواصل لجنة استقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب لليوم الرابع إجراءات استخراج بطاقات العضوية للنواب الفائزين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي عقدت في 14 محافظة على مستوى الجمهورية. إسماعيل يلتقي وزير التنمية المحلية والأوقاف لبحث عدد من الملفات الهامة. التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر لبحث عدد من القضايا الهامة على الساحة بشكل عام ومشروعات البنية التحتية بالمحافظات ورفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول. وعلى صعيد متصل التقى رئيس الوزراء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لمناقشة المواضيع الأكثر إلحاحا بالوزارة. وتأتي هذه الاجتماعات عقب انتهاء لقاء رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان الرئيس قد استدعى المهندس شريف إسماعيل قبل بدء جولته في مدينة بدر صباح اليوم لاجتماع عاجل. مغازي معدلة تنفيذ سد النهضة أسرع من سير المفاوضات. قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن معدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة الإثيوبي أسرع بكثير من معدلات سير المفاوضات التي تتم بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل لاتفاق مشترك. وأضاف مغازي في كلمته خلال بدء الجلسة الافتتاحية في أعمال الجولة التاسعة للجنة الثلاثية الوطنية والمنعقدة في القاهرة أننا تأخرنا كثيرا في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في أغسطس 2014 بين الوزراء الثلاثة بما لا يتناسب مع الوضع الحالي فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع المشروع. وأعرب مغازي عن أمله في معالجة ذلك بالإسراع في التنفيذ الدراسات المطلوبة طالما ما توفرت لدى الدول الثلاثة الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية لتجاوز المرحلة الحالية وطرح بدائل تكون قابلة للتنفيذ. رياضيا، البرتغالي بيسيرو من الأهرامات مصر بلد الأمن والأمان. اصطحب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي الجهاز المعاون لزيارة منطقة الأهرامات صباح اليوم لتوجيه رسالة إلى العالم مؤكدا فيها أن مصر بلد الأمن والأمان. التقط بيسيرو العديد من الصور على طريقة سيلفي المحببة بالنسبة له في منطقة الأهرامات. قام بالتصوير مع عدد من جمهور النادي الأهلي المتواجد في منطقة الأهرامات، كما حرص على التحدث مع عدد من السياح لطمأنتهم بشأن الوضع في مصر. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الأحد معتدل على مختلف أنحاء الجمهورية فيما عدا المدن الساحلية التي تتعرض لطقس سيء حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري. ومن المتوقع سقوط أمطار شديدة على محافظات الأسكندرية ومرسى مطروح ومدن السلوم والبحيرة ومدن جنوب سيناء تصل إلى حد السيول، نافيا تعرض القاهرة والوجه البحري لسقوط أمطار غزيرة عليها تصل إلى السيول ولكنها أمطار خفيفة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.